صباح الخير متابعينا أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. اليوم بمشيئة الله تعالى تسجل درجات الحرارة المزيد من الارتفاع بالحرارة، تصبح أعلى بكثير مما هو معتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام. أجواء تكون يعني أقرب منها ربيعية كونها من حتى من فصل الشتاء، تميل للدفء الأجواء بشكل كبير ولافت، خاصة في يعني مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. هناك ربما تسجل درجات حرارة قياسية لم تسجل من قبل في سجلات المملكة المناخية في شهر يناير، كون ثاني شهر واحد. العاصمة عمان اليوم أجواء صافية، درجة حرارة 19 درجة مئوية، درجة حرارة العظمى بمشيئة الله تعالى. والأجواء كما ذكرت في بعض الفترات في النهار تكون كأنها في فصل الربيع. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى القادمة في مدن ومحافظات المملكة، ونبدأها شمالا من إربد 21-13، في جرش 20-11، عجلون 19-12، وفي المفرق 20 إلى 10 درجات مئوية. وسط المملكة في العاصمة عمان 19-10، السلط 21-13، مأدبة 21-8 درجات مئوية، في الزرقاء من 20 إلى 7 درجات. بينما لاحظوا معي البحر الميت اليوم العظمى 30 درجة مئوية درجة الحرارة العظمى، والصغرى 15 درجات حرارة جدا قياسية ومرتفعة. جنوب المملكة في الكرك 17-8، الطفيلة 18-11، معان 18-8، الشراء 17-9، أما في خليج العقبة أيضا 29 درجة مئوية درجة الحرارة العظمى اليوم في ساعات النهار، والصغرى 16 درجة مئوية. في شرقي المملكة تكون في الوجد 20-8، الصفاوي 19-8، وفي الأزرق من 20 إلى 7 درجات مئوية. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم بخير، إلى اللقاء.